يحرص مركز دبي للتبرع بالدم على ضمان سلامة المتبرعين أثناء عملية التبرع بالدم. احنا ندعو المتبرعين الكرام انه ينزلون تطبيق هيئة الصحة في دبي للخدمات الذكية، ومنها هناك خدمة لتطبيق دمي اللي هي خدمة داخل تطبيق هيئة الصحة في دبي، وهذا طبعا يقلل 20 دقيقة من وقت الخدمة. وعن طريق هذا الشيء طبعا هذا جزء من ضمان سلامة المتبرعين، فإحنا ننصح المتبرعين يقرون التعليمات ويعبون الاستبيان ويتوجهون إلى المركز فورا حال وصولهم إلى المركز. يتم قياس درجة حرارة المتقدم للتبرع بالدم، وتم سؤاله عن تاريخ السفر خارج الدولة. في حالة إذا كان الشخص قد سافر خارج الدولة إلى أي بلد كان خلال 28 يوم السابقة، فيتم استبعاده عن التبرع بالدم، وذلك لضمان سلامته وسلامة المريض متلقي الدم أثناء تواجدهم بالمركز. فتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية اللي تضمن سلامتهم، مثل التباعد الاجتماعي، تم إلغاء الكراسي التبرع بالدم حتى يكون في مسافة بين المتبرع والآخر، كذلك توفير الماسك للمتبرعين أثناء تواجدهم. جميع الموظفين يرتدون كل الملابس الخاصة بضمان سلامة الموظفين وسلامة نقل العدوى للمتبرعين المتواجدين داخل المركز. طبعا الأعمار اللي ممكن تتبرع بالدم هي من عمر 18 سنة إلى عمر 65 سنة، والشخص يكون بصورة عامة يتمتع بصحة جيدة، ما يشكي من أمراض أصناف الدم. فإحنا يوميا بحاجة إلى مختلف أصناف الدم، لكن طبعا أصناف الدم اللي هي الأو موجب والأو سالم هي الفئات اللي يكون عليها طلب كبير. مرضى الثلاسيميا، مرضى الحالات الحرجة، النزيف الحاد، النزيف المصاحب للولادات وحوادث الطرق ما زال موجود، فإحنا بحاجة إلى المتبرعين بالدم الكرام، والله يحفظهم إن شاء الله ويسلمهم.